طيب استاذه مها، انت نزلتي ليه النهارده؟ ايه سر مشاركتك؟ انا نزلت النهارده عشان اولا ده فرض على كل مصري ان هو لازم يشرف بلده ويرفع راس بلده. نزلت عشان اللي بيبني مصر لازم كلنا نبقى معاه وحواليه وقدامه وراه. نزلت عشان مستقبل ولادي بعد كده في المشروعات الكتير جدا اللي القيادة الحالية بتعملها. نزلت عشان ابعت رسالة لكل العالم ان المصريين بيشاركوا، وان المصريين القيادة الموجودة دلوقتي هم راضين عنها جدا وبيأيدوها جدا، وان شاء الله تحيا مصر ومصر هتبقى قد الدنيا. طيب لو حد مكسل ان هو ينزل يشارك تقولي له ايه؟ توجهي له رسالة تقولي له ايه؟ هقول له لو انت سلبيتك دي على اساس ان مفيش منافس مثلا لسيادة الرئيس دلوقتي، المنافسين لسيادة الرئيس كتير جدا، امريكا منافسة، تركيا منافسة لينا، قطر منافسة لينا، جماعات الارهاب منافسة لينا، داعش منافسة لينا، كله متربص في مصر، ولازم ننصر قيادتنا قدام كل الاعداء دي، لان ده مستقبلنا ومستقبل ولادنا وبلدنا. بلدنا لو فرطنا فيها زي معظم الدول اللي حوالينا، مش يعني الواحد شايف النتيجة بتبقى ازاي. فمصر مش هتكبر غير بينا وبقيادة كويسة تاخد بإيديها إن شاء الله بإذن الله.